في دورته 31 لمهرجان الفيلم الدولي بواشنطن اقتصر الحضور العربي على 3 أفلام فقط، ورغم ذلك سجلت المشاركة العربية نجاحا لافتا ومتابعة كبيرة من قبل جمهور المهرجان. لدينا مجموعة مهمة من الأفلام العربية لتقديمها في هذا المهرجان، لكننا في العادة نخصص مهرجانا منفصلا لأفلام الشرق الأوسط. آخر الرجال في حلب هو الفيلم الذي سجل متابعة كبيرة بين جمهور واشنطن السينمائي لما قدمه من صورة عن الوضع الإنساني الذي يعيشه الشعب السوري في الداخل وحاجته إلى مساعدات عاجلة من قبل المجتمع الدولي لتجاوز النقص الكبير في حاجياته الأساسية، خاصة منها الغذائية والطبية. هو فيلم إجا ليوثق على مدى 2 قصة مدينة وقصة متطوعي الخوذ البيضاء والصراع اللي ما بين عائلتهم من أجل حماية عائلتهم وحماية المدنيين. حكاية آخر الرجال في حلب هي قصة أصحاب الخوذات البيضاء، وهم رجال اختاروا العمل التطوعي في فريق إطفاء المدينة وبدون خبرة سابقة على تقديم المساعدة إلى كل الذين يحتاجونها من سكان حلب، وهم يفعلون ذلك حبا منهم للمدينة التي عاشوا فيها ودفاعا عن قيم الخير ومساعدة الآخرين، ووجهوا في سبيل ذلك كل أنواع التحديات إلى أن دفعوا حياتهم في سبيل إنقاذ الآخرين بعد أن نجحوا في إنقاذ حياة مئات المدنيين من رضع وأمهات وأطفال وشيوخ. أشعر بالحزن العميق، الأمر محزن جدا، العالم يتفرج على معاناة هؤلاء الناس. آخر الرجال في حلب قدم في واشنطن قصة أصحاب الخوذات البيضاء التي حققت سمعة عالمية وحصدت جوائز دولية عديدة قبل أن يقدم مرة أخرى في نيويورك وفي مدن أمريكية أخرى الشهر المقبل. من الناحية الفنية الفيلم صور بطريقة رائعة وسجل وقائع حقيقية ويومية في حياة أبطاله. حتى لو كانت المشاركة العربية في هذه الدورة من مهرجان السينما الدولي هنا في واشنطن محدودة، إلا أنها لفتت الانتباه أكثر من أي وقت سابق بالنسبة لجمهور المهرجان في واشنطن إلى الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري من خلال فيلم آخر الرجال في حلب. رابح فلالي، الحرة، واشنطن.